المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. لقي عميل مسرعه عشية أمس الجمعة 7 غشت الجاري داخل معمل الكرامة المختص في إعادة تدوير الملابس ببنينسال، وذكرت مصادر محلية أن الهالك في عقده الرابع توفي في عين المكان بعدما سقطت عليه علب سلع ثقيلة، وذلك أثناء عملية تحميلها من طرف رافعة كهربائية. هذا وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بمدينة النضوح. رحمه الله، ونشكركم على حسن الإنصات والمتابعة.